الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد كثرت الهموم على الناس، وازدادت الضغوطات والديون، فهذا يشكو قلة المال، وهذا يشكو الديون، وهذا يشكو من أبنائه، وهذا يشكو من مرضه، هموم وديون وغير ذلك من الضغوطات، فما هو الحل؟ ولمن نشكو الحال؟ طبعا الجواب هو الشكوى لله، لكن عندي نصيحة وأريد أن أنقلها لكل من يستمع لي. النصيحة: إذا نام الناس وكان الثلث الأخير من الليل، فاستيقظ وتوضأ، ثم قف بين يدي الله وصلي. صلي ما شئت أن تصلي من قيام الليل، ركعتين، أربعة، ستة، ثمان، حتى ركعة. وتدبر بقراءة القرآن، وإذا سجدت فابدأ بالشكوى إلى الله بأي لهجة، بأي لغة، بدون تكلف. اشكو إلى الله همك، اشكو إلى الله مرضك، اشكو إلى الله دينك، اشكو إلى الله كل الضغوط التي تتعرض لها، سترى العجب العجاب. وأفضل وقت هو الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا. هنا الله عز وجل ينزل إلى الدنيا، إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بجلاله سبحان الله. فالدعاء هنا مجاب، هنا مجاب ولو بعد حين. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج الهم ويقضي الدين ويشفي المرضى ويبعد عنا كل الضغوطات والهموم. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.